الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العظيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. بسم الله لقد أحصاهم وعدهم عدا.
فإنما يسرناه بلسانك وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم طه طه بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة
إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الرحمن على العرش استوى. وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما
وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. صدق الله العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأبيه لعلي آتيكم منها وقبس أجد على النار هدى. فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع
فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فاستمع لما يوحى إنك بالوادي المقدس طوى الساعة آتية
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم
شيئا. كانتا تحت وبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا عليهم ولا الضالين.
الأولين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لا تؤاخذنا إن نسينا
علينا إصرا كما الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى روح المتوفى أن يرحمها الله ويسكنها فسيح جناته، وإلى أموات المسلمين كافة وعامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. أيها السادة المعزون الكرام، استمعنا في ختام هذه الليلة الطيبة المباركة بالقرآن الكريم، استمعناه من قلب طاهر تلقته قلوب طاهرة، فلها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ جمال عبد الوهاب الفقيه، القارئ والمقيم بمركز مدينة الدلنجات محافظة البحيرة. كان معكم وتوفيقكم من عند الله الهندسة الصوتية وإنارة كهربائية ومخزن الفراشة الحديثة الكبرى، ركبة بيزا تحت إشراف الحاج أحمد عبد المقيم بقرية معنية مركز إذاعي الضارب محافظة البحيرة. كما نسأل الله تعالى أن يرحم أموات المسلمين جميعا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.